تونس قادر على تحقيق انتقال تقي عدل. لكن قبل خليني نقول للسيد المشاهدين الكل اللي موضوع الليله موش تقني، ما يقتصرش كان على الخبراء، راهو يهم التوانس الكل في فاتوره الضوء. وخلينا نفسر واش معناه انتقال تقي، انه باش نقصوا استعمالنا لك الغاز والبترول نوليو نعتمدوا على الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح وغيرهم. نؤمن نجموا نحقوا انتقال تقي عادل لعده اعتبارات، منها انه تونس عندها موارد شمسيه وهوائيه كبيره ياسر اللي تخلينا انه نجموا اذا استغليناها على على افضل وجه انه نحقوا انتقال تقي عادل، وما عادش نقعدوا في تبعيه للدول الأخرى كيف الجزائر، يعني ما عادش نستوروا الغاز منها. وذيك علاش عملنا استراتيجية الوطنية للطاقة في أفق سنة 2035. صديق اليوم ما عندهاش الوسائل التقنية والمالية باش تطور البنية التحتية اللازمة، وشفنا عملوا في الصيف مثلا كيفاش قص الضوء. وهذاك علاش احنا قادرين نعملوا انتقال تقي عادل بشرط إذا ستيغ تشرك معها القطاع الخاص، المستثمر الوطني والدولي اللي نجم يعاونها يتكفل معها بالمصاريف وينجم يبيع الستيغ بمصاريف معقولة وهكا ننتجوا طاقة نظيفة.